معبد الكرنك واحد من أقدم الآثار المصرية وأكبرها، تعاقب على استخدامه كدار للعبادة أكثر من 100 ملك فرعوني وعلى مدى 2000 سنة تقريبا، ويضم عدة معابد كانت مكرسة لعدد من الآلهة المصرية القديمة أشهرها الإله أمون، كما يشتهر أيضا بالأعمدة التي تشبه زهرة اللوتس المصرية. الموقع الأثري تعرض لأضرار جسيمة خلال محاولة ترميمه في المرات السابقة بسبب قلة الخبرة واستخدام مواد غير قانونية في عملية الترميم مثل الطوب الأحمر والإسمنت، مما أدى لإصابة الحجارة الأثرية بالرطوبة والتملح. الأسمنت الأسود شديد الصلابة بيؤدي إلى تأثير سلبي جدا على الأثر، بيؤدي إلى حبس ومنع تنفس الأثر وحبس الأملاح والرطوبة داخليا وبتقعد تاكل في الأثر. الأضرار التي أصابت الموقع الأثري استدعت من سلطة الآثار المصرية القيام بعملية إعادة ترميم للموقع الأثري باستخدام الجير، والذي يقول الخبراء إنه الطريق الأسلم للحفاظ على الهيكل التاريخي للمعبد. الموقع الأثري ولأهميته التاريخية فقد تم ترميمه أكثر من مرة، أشهرها عام 1887 عندما قام العالم الفرنسي جورج ليغرين بالسماح لمياه فيضان النيل بالدخول للمعبد من أجل غسل الأملاح والغبار من على الجدران والأعمدة، مما أسفر عن أضرار لأجزاء كبيرة من الهيكل. وفي محاولة أخرى منتصف ستينيات القرن الماضي تم السماح باستخدام الطوب الأحمر والإسمنت في عملية الترميم، وبحسب خبراء في مجال ترميم الآثار فإن معبد الكرنك الآن يتم إعادة ترميمه بأحدث التقنيات والوسائل، محذرين من أن استخدام الإسمنت في السابق قد أدى إلى تكون بلورات ملحية، مما قد يؤدي إلى تلف زينة المعبد وبعض النقوش. عثمان عمر، العربية.